تبعينا في اليوم السابع. ربنا سبحانه وتعالى يجعل رمضان علينا بكل خير. النهارده نموذج من نماذج اللي هي بنتشرب بيها صالحة. سائقة توك توك بتجري على أكل عيشها. مش كده بس، كمان ده بتعلم ولادها الصغيرين إزاي يتحملوا المسؤولية بعد كده. إزايك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. قولي لي بقى البداية إيه؟ البداية أنا كنت بشتغل عند الناس بس لقيتني مش عارفة أتابع عيالي. كنت بتشتغل عند الناس إيه؟ كنت بشتغل في محلات. في محلات بتبيعي براتب شهر. تمام. بس لقيتني لو عيالي احتاجوني ما بعرفش أروح. تمام. وبعدين ربنا كرمني بولد، يعني اضطريت ان انا اقعد من الشغل علشان. تمام. وجوزي كان شغال وكان بيسافر سفريته ويجي نقعد سوا في البيت. ربنا الحمد لله ما بعتش حاجه وحشه. عندنا انس غرق في 2020. الله يرحمه. 2020. ابنك غرق الله يرحمه. تمام. ابو زياد تعب نفسيا بقى يطلع الشغل ويرجع ما كملش لانه هو اصلا سواق حفاض. تمام. تطهيرات. تمام. فبقى يعني الموضوع عنده بقى زي عقد. يعني أثر موت ابنه الله يرحمه. موت ابنكم أثر فيه. أثر عليه. تمام. فقعد. اشترينا بقى التوك توك ده وقلنا هيشتغل عليه. برضه مش مركز ومش يعني كان مرتبط بابنه الله يرحمه. تمام. مش مركز مع الشغل. تمام. فالمهم يعني اضطريت ان انا اطلع اوزع عيش يوم والتاني والتالت كنت بأجر توك توك اوزع بيه. تمام. فبعد كده قلت له علمني، قال لي انا محروق اعلمك، خلي حد يعلمك وانا ايه؟ وانا مش هقول لك ما تشتغليش، احنا كده يعني كده بنسند على بعض. ما شاء الله، يعني هو وافق انك انت تشتغلي توك توك تساعدوا بعض. كويس والله. قال لي وانا على قد ما انا عارف هشتغل وهسند. تمام. راح زرع حته ارض اللي هو بعيد عن الزحمه وانه ما يخبطش حد وانه ما يضرش حد. زرع ايه يعني زي فدان ارض عند الناس. تمام. هو زرع الارض وانا اشتغلت، قلت بدل ما اجر مكنه كل يوم والتاني ب 30 40 جنيه عيالي اولى بيهم وانا ايه اركب دي اسوق عليه. تمام. رحت اشتريتيها. اشتريتها بالقسط. اشتريتها بالقسط. تمام. اشتريتها بالقسط واشتغلت وعيل جدع جارنا الله يبارك له يعني ويستره علمني السواقه عليه. اتعلمت في قد ايه بقى؟ اتعلمت في حوالي شهر. علمك السواقه. يعني جوزك وافق انكم انتوا تشتري توك توك وجارك علمك. كنا شارينه لوك. اسف، يعني انتوا في البدايه بعد حادثه ابنك الله يرحمه اشترى توك توك عشان هو يشتغل عليه. لكن الحادث اثر عليه فقلت لا انا لا سوء انا. دماغه دايما مشغوله بوفاه انس. الله يرحمه. او بالحادثه عامه. تمام. فقلت بدل ما نبيع ولا نخسر فيه ولا كده تسوقي انت. اسوق انا. طب ومالك؟ كانوا عيالي لسه صغيرين بقى ما يعرفوش حاجه. ازيك؟ عامله ايه؟ اسمك ايه؟ زياد. ازيك يا زياد؟ وانت؟ عمار. ازيك يا عمار؟ ارجع لكم تاني. تمام. كانوا لسه صغيرين ما يعرفوش حاجه. تمام. بدات اشتغل عليه والحمد لله الناس يعني الناس كده اللي دعمني الناس المحترمه دعموكي. ما تريقوش. يعني بقى يا مثلا واحد زي الدكتور وائل الششتاوي بقى يقول الله يعينك، المدام بتاعته الدكتوره لمياء التحاوي، برضه الدكتور عمر سليمان، المدام بتاعته الدكتوره امل، بداوا يتعاملوا معايا ويدوني عيالهم عن امانه. يامنوك على عيالهم توصليهم. جميل. بداوا يامنوني على عيالهم اللي هم يعني ايه يعني معلش واحده ست مش هامنها على ابني ده يعني هو اذا كان الراجل بيبقى سايق وبيعمل حادثه. لا الناس دي امنتني على عيالها يعني على ارواحهم. تمام. بالتالي في دكاتره في مدرسين في ناس بدات تتعامل معايا وتقول لي الله يرزقك الله يعينك. وبرضه في ناس بدات يعني ايه يعني تتريق ترخم. تزنق عليا وانا ماشيه ما كنتش لسه برضه ما كانش قلبي جامد في الاول ان انا ايه امشي في وسط الناس كده كنت بتحرج. يعني حاجه جديده عليا بالظبط ان حواليا كلهم رجاله وانا الوحيده اللي واحده ست. حاليا في بنوته اتعلمت وراكبه. لا والله من هنا من البلد شفتها وانا ليك
يعني بنت شافتك اتعلمت منك. لا ده انا عايزين البنت دي هنجيبها لك اشوفها لك منين واجيبها لك. تمام. بس هي قريبه مننا هنا. قريبه تمام. انا عارف هي منين. عارفها انت من فين؟ طيب احنا جاي لك اهو. فالحمد لله يعني اللي دعموني كانوا كتير قوي ما شاء الله، لدرجه ان انا اتشجعت وقلبي جمد واشتغلت. ما بقتش بقى ايه افكر، بقيت ايه يعني افكر في اني انا لو سمعت كلام فلان بيتريق عليا، طب ما انا هروح عيالي هتبات من غير اكل. سلامي والله. طب ما انا هروح عيالي محتاجين لبس، عيالي محتاجين ولا موسى مدرسات يلبسوه، عيالي في العلام ومحتاجين مثلا مصاريف، محتاجين ده محتاجين ده. اللي هيتريق عليا مش هيصرف على عيالي. بالظبط. الله ينور عليك والله. او مش هيدخلني. والله انت جدع وربنا انت جدع. فبدات اشتغل، بداوا يرخموا بعد كده على جوزي الفتره اللي فاتت. ليه؟ هو انت قاعد ومراتك شغاله، هو انت مش عارف ايه. زعل، هو زعل وتالف لما قعدني شويه. طب ايه انا قعدت واحنا محتاجين، طب هنجيب منين؟ هم مره في مره لما اشتغلت ركبت المكن تاني، ده الكلام ده كان قبل رمضان بشويه. تمام. فبدا ايه يعني ماما راكبه المكن يا زياد ولا انت؟ قايل له ماما. الناس اللي كانت معانا سابتنا لما ماما ايه نزلت من على المكن. الناس حابه ماما في الشغل وسابتنا لما ماما نزلت من على المكن، والناس بدات تتصل تاني لما شافت ماما على المكن. يعني هو بالتالي ما معناش حل غير كده، اصل احنا الاثنين بنكمل بعض. الله يربي عليك. وما قدامناش الا ان الله يعليك نربي عيالنا صراحه والله. وهو بامانه هو طيب او غلبان ومحترم، يعني لو انت شفته يعني ما فيش زيه مخلوق على وجه الدنيا. يا سبحان الله. بس الناس كلامها وحش، كلامها صعب. بس انا ما قداميش غير ان اربي عيالي، لازم اربيهم ولازم اربيهم بالحلال. يعني انا مش محتاجه لان انا لا مد ايدي ولا اسرق ولا محتاجه لاي حاجه ثانيه، انا محتاجه بس يعني الصحه والستر من ربنا ودعم الناس. الله عليك يا صاحبي. وانا الحمد لله يعني هقدر اربيهم. انت معاكي قد ايه؟ انا معايا ثلاث ولاد، معايا ولدين وبنت. ولدين وبنت. ايه رايك في ماما؟ والله هي على طول بتشتغل، ولما قعدت ملقناش حل. لما بدأت تطلع معايا الناس اللي سابتنا بدأت تطلع تاني وهي بتشتغل. زي لما اشتغلت الشغل رجع وبقى بيجي مصاريف وجبنا الهدوم اللي احنا عايزينها وجبنا كل حاجة، فربنا يخليها لي. ماما جدعة. ماما جدعة. هو واحدة تانية ما كانتش هتعمل معاها. طب سؤال اللي بتعمله ماما بالشكل ده بجدعانتها ده احسن ولا تمد ايدها للناس احسن؟ لا احسن كده. احسن كده احسن. لما تشتغل كده هو وانت معاها وانت راجلها أحسن. وربنا يخلي بابا يا رب ويحرسه يا رب، خصوصا ان ماما يعني بتشكر فيه وبتقول يعني راجل جدع وطيب. طيب ما فيش منه فعلا حقيقي. ما فيش منه بعد ابويا. هو صوره من ابويا. صوره من ابوكي. في الطبع والاخلاق، في الطبع والحنيه ربنا يخليه لك يا رب. يعني انا ابويا توفى الله يرحمه وما توفاش، هو عوضني كل حاجه عن ابوك. عوضك عن ابوك. انا عمري ما روحت بيت اهلي زعلانه ولا غضبانه منه. عمري معاه بقالي 17 سنه او 18 سنه ما شاء الله، ربنا يحميك يا رب. عمري ما سبت له، حتى لو اتنقرنا حتى لو كده ما بيقوليش اطلعي من البيت. حتى المره الوحيده اللي زعلت فيها راحت عند عمتي، يعني مش عند اهلها، راحت عند عمتي عند اختي. عند اخته. والله انت اسره جميله. والله انت اسره جميله والله. اصل انا ماليش غير عيالي، ماليش بعد ربنا غير عيالي، وما حدش النهارده بيستحمل حد. يعني حتى اخويا هيشيلني في عينه ما قلتش حاجه، بس والله اعلم عياله هيبقوا ايه، او يعني او انا مثلا هضايقه في المعيشه، او هو يا هو زي ما بيقولوا يعني كل بيت فيه اللي مكفيه. بتخرج من امتى وترجع امتى يا صلاح؟ في رمضان حاليا بخرج الساعه 7. الساعه 7 الصبح؟ لحد كام؟ يعني ممكن برجع الساعه 4 3 ونص عشان تبداي الفطار. عشان اعمل فطار يعني. تمام. الايام العادية بخرج الساعه 3 ونص 3 الفجر. الدنيا بحالها كلها، عارفه ان انا بخرج بدري من بيتي. بخرج ابني ده وملك بنتي.
يعني انت ده اللي بيفضل في البيت يعني معاكي. ده بيكون نايم. لكن هو ده اللي بيكون معاكي في كل طلعاتك. ساعه ما تطلعي بتاخدي هو. ده اساسي معايا. اساسي. وانا في رمضان برضو بطلع مع عمار. وانت ايه؟ في رمضان بطلع مع عمار. في رمضان تطلع مع بابا؟ والله انت عسل. ماشي يا عمار. كل شهر رمضان بطلع معاه. ربنا يديك الصحة يا ابني. والله مش بطلع علشان بطلع الفرن العيش بيشتغل الساعة 3 أو الساعة 2:30. وأنا بوزع 2000 أو 3000 رغيف. يعني بتوزع العيش. ما شاء الله عليك. فبطلع أروح الفرن بنبدأ نجيبه مكيس والإقفاص اللي هي ديت بنرص عليها العيش. الإقفاص دي اللي ورا دي. بنرص عليها العيش هنا وفي المكنة وهم أنا بسوق وهم الاثنين بيوزعوا. ما شاء الله. بيجي بقى مواعيد المدارس هم الساعة 6 بيروحوا مدارسهم عشان مواعيدهم في المدارس الساعة 7. يعني هو معلش انا اذكر اسمك تاني معلش. زياد. يعني انت زياد بتقوم 3:30 مع ماما وبتلف بالعيش معاها والكلام ده كله وبعد كده بتروح مدرستك. هو اخته. ما شاء الله ما شاء الله. انت في سنة كام صح؟ أولى إعدادي. وملك في سنة 5. ملك بنت في سنة 5. انت نموذج مصري متميز والله والله العظيم. انا النهارده انا بختم شهر رمضان بيكي. يعني انا سعيد ان انا التقيت بيكي والله. انا نفسي اعمل حاجه لو لا قدر الله جرى لي حاجه في يوم من الايام عيالي يفتخروا بيكي. مصر كلها بتفتخر بيكي والله. ما يقولوش ماما قصرت معايا. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة. انت نموذج متميز. نشوف السواقة بقى. ما تعيطيش ما تعيطيش. ده انت شرف لكل مصرية لكل واحدة. كل متابعينا في اليوم السابع. احنا دلوقتي مع صالحة. اجدع اي مكان انا معك فيه. صالحة من الستات الجدع. ما تعيطيش. انا مش عايزك تعيطي والله. انا مش عايزك تعيطي. ماشي. كل متابعينا في اليوم السابع احنا دلوقتي مع صالحة وهي صالحة. هي صالحة في سواقتها في اسلوبها في حياتها. يعني نموذج طيب للمرأة المصرية المكافحة. للمرأة المصرية اللي بتحب جوزها وبتحب ولادها. يعني زي ما انتوا شايفين في مدينة الحمول نموذج من النماذج المتميزة اللي احنا بنفتش عليها وندور عليها وبيفتخر بها جوزها وبتفتخر بها ولادها. هي دي يعني النموذج اللي هو كل الناس بتتمناه. هي دي المرأة المصرية الأصيلة اللي هي بتحب بيتها بتحب أسرتها بتضحي علشان بيتها وأسرتها وعلشان كمان توفر لهم حياة كريمة. كل متابعينا في اليوم السابع فتحية تقدير وحب واحترام لصالحة وهي صالحة. وربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب. احنا يعني احنا ماشيين دلوقتي في شوارع الحمول مدينة الحمول وصالحة يعني بتسعى على أكل عيشها وبتدور على أكل عيشها وربنا سبحانه وتعالى يكافئها خير انها حريصة على ولادها وعلى جوزها. هنرجع تاني يا صالحة علشان ما عطلكش من شغلك. علشان ما عطلكش من شغلك. الله يرضى عنك. خدنا من وقتك كتير. تسلمي يا رب يا صالحة تسلمي. تقول بقى لماما ايه؟ تقول لها ايه؟ والله ربنا يخليك لي. وخليك يا ابني والله. يعني انت انت انا 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 عمري ما هعمل كلام الناس ولا هيهمني لان هي بتعمل كده علشان. الله عليك يا ابني. الله عليك يا ابني والله العظيم. انت نموذج للواد الجدع للراجل الجدع. انت مش طفل انت راجل. لانك انت اللي يقول كلام ده على والدته بالشكل ده يبقى راجل ويستحق ان هو يعني التقدير والاحترام. الله عليك يا ابني والله. الله عليك يا ابني والله. ربنا يديك الصحة يا رب.
شكرا شكرا يا صالحه. قولي لي بقى يعني بعد الكلام الجميل من ابنك ده تقولي له ايه؟ اقول ربنا يخليهم مني وما يحرمنيش منهم، ويا رب دايما اشوفهم في احسن الاحوال، يا رب اشوفهم احسن مني، ما يتعبوش زي دي. انا بتمنى اشوفهم مرتاحين مش شايفين وفي احسن الاماكن والمناصب، يعني انا نفسي يتعلموا علام عالي. هم كويسين وشطار، لما بتابع معاهم بتتابع كمان معاهم في دراستهم. لا المدرسين بيشكروني فيه. المدرسين بيشكروا فيهم. مدرسين في المدارس بيشكروني فيهم. معلش مع احترامي ليك يعني اللي تكون امه جدعه وهو الواد نفسه، حتى الواد كلام الواد يعني واثق من نفسه، يعني انا سابق سنه، الواد سابق سنه صراحه. زياد ما بيعرفش يعبر قد كده، لان هو ما يعني ما تعودناش على الكلام اللي هو المزوق. يعني هو مش عارف يعني ايه. هو مبسوط ما يعرفش يقول انا فخور بماما او ماما ديت مثل اعلى ليا. لا انا عودت عيالي يقولوا يتكلموا بطبيعتهم، عشان الطبيعي هو ربنا خلقنا كده، ما خلقناش مزوقين، هو خلقنا احسن خلق الله. فيعني الحمد لله انا عايزاهم كده بطبيعتهم، حتى الناس بتحبهم، وبالفعل الناس بتحبهم وتشكر. يعني في ناس كتير تقول احنا نفسنا نعرف نربي عيالك ازاي، او ازاي بيحترموك، ازاي ما فيش عيل بيغلط فيك، ازاي ساعه ما بتنادي عيالك بتفهم او بتقول لك حاضر. ناس كتير يعني بتتمنى عيالها تبقى زي عيالك. انا حواليا الحريم كتير يعني عيالها بتقول الفاظ مش حلوه، كلام مش حلو. هو الهدايه الهدى من الله، يعني الهدى من الله، هم طالعين ربنا هديهم لوحدهم. مش هقول لك انا ربيت وانا عملت وانا سويت، انا طول عمري شقيان عشان والهدى من الله، ربنا هديهم لوحدهم. انا ما عليا الا الاكل والشرب، وهم الحمد لله ربنا هديهم. فانا بتمنى ان هم يكونوا عندي احسن الناس، انا بتمنى يكونوا احسن خلق الله على وجه الارض. ربنا يحميهم لك ويخليهم لك يا رب، ودايما كده يعني نشوفك يعني كده متميزه ما بين الحمول، لاني انا يعني حتى اعمل قبل ما بعمل بس معاكي وانا اطلبك وانت استجبتي بسرعه، الناس كلها بتشكر فيك على اخلاقك على طباعك على معاملتك على ذوقك. ربنا لا بجد والله ربنا يديك الصحه والطول. في الاول وفي الاخر بشر، خلقنا من تراب وبرضه هنعود للتراب. يعني وفي مثل، او والدي كان زمان يقول لك ما انت وضع الله رفع. التواضع حلو، والاحترام اللي بيحترم نفسه قبل ما يحترم. اصل البني ادم فينا لو ما احترمش نفسه مش هيحترم البني ادم اللي قدامه، ولو ما قدرش نفسه وما عرفش قيمته مش هيعرف قيمه اللي قدامه. فالحمد لله انا راضيه باي حاجه وبكل حاجه ربنا كتبها. والله انت تستحق، مش ممانعة والله، الحمد لله على نفسي. لا انت تستحق التقدير والتكريم بصراحة يا صالحة، وانت صالحة والله بأخلاقك بطباعتك بكل متابعينا في اليوم السابع. يعني سعداء النهاردة ان احنا التقينا بصالحة سائقة التوك توك الفخورة، ان هي بتتحمل اعباء اسرتها مع جوزها، بالتعاون مع جوزها طبعا هما الاثنين. اشكرك يا صالحة. الله يحفظك. شكرا زياد. انت سنه كام بقى ولا لسه؟ ثانيه ابتدائي. يا واد عسل انت. شكرا يا صالحة. شكرا. تسلمي يا رب. تسلمي، ربنا يديك الصحه. تسلمي يا رب. ربنا يزيدك يا صالحة. انا سعيده جدا وليا الشرف. الله يرضى عنك يا صالحة. الله يرضى عنك. كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم امراه مصريه متميزه متعلمه، خلي بالكم صالحة متعلمة، مش جاهلة، لا متعلمة. وطبعا سيدات مصر سواء بغض النظر متعلمين او غير متعلمين على دماغنا من فوق، ولكن صالحة متعلمة، وبرغم ذلك حبت ان هي تتحمل مسؤولية اسرتها بالشكل اللي احنا عارفينه. اجمل ما في صالحة، مش صالحة بس، اجمل فيها
ولادها المتميزين لولادها اللي هم فخورين بيها. كل متابعينا في اليوم السابع، كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ، وهنتابع مع حضراتكم وهندور على النماذج الحلوة اللي زي صالحة في هنا في كفر الشيخ في قراها والمدن، علشان يعني نعرض لحضراتكم صور متميزة من المجتمع المصري، سيدات ورجال وشباب وفتيات وأطفال، ربنا يديكم الصحة.